مرحبا. راح نسوي بريتزلز مالح وحلو. انا راح اسوي هواي بس راح انزل لكم مقادير الكوبين. فعندي هنا حليب، خلينا نقول كوبين حليب، ملعقة اكل خميرة، ملعقتين اكل سكر. ننتظر تصير الخميرة اكتف ونرجع لكم. جهزت الخميرة وهسه راح نبدي. ملاحظة، أنا الخميرة قلت ملعقة أكل لأن أنا مخلية هنا 5 كوب حليب، بس هي إذا خليتوا كوبين حليب ملعقة كوب أكل. راح أكتب لكم إياها حتى لا تنسون. راح أضيف كوب زبدة ونخبط. هسه أبدي أنزل الطحين تدريجيا وأعجن. رشة ملح، ما راح نكثر لأن الزبدة مملحة عندي. كملت العجن، هسه راح اتركها ترتاح تختمر لمدة ساعة ونرجع لكم. نغلي مي ونضيف إلى ملعقة أكل بيكربونات الصوديوم. نذوبها كلش زين. حطيت الفرن على 450 فهرنهايت، حضرت الصواني خليت بيها parchment paper. العجينة اختمرت وراح نبدي الشغل عليها. قطع العجينة طوبات. بعد ما نفتحهم طوبات راح نرجع نمدهم. نمدهم شلون؟ نمد الوحدة للنص، امدها وارجع لكم. بعد ما وصلت لهذا الطول اخذها واتركها ترتاح. اذا اضغط عليها وامدها افتحها بعد من اسويها شيب البريتزو هذا راح تصير ترجع تنكمش، تصير شرينك. فاخليها ترتاح واخذ اللي اوريدي هي مرتاحة. هاي بعدها راح اخذ هاي، بس راح اوخر هاي. شوفوا شلون بتنفتح وما ترجع، راح تبقى على نفس الطول حتى يطلع عندنا مثل البريتزل اللي نشوفه بالسوق. نسويها هورس شيب زين، ناخذ هذا الطرف نلفها مرتين ونجيبها بهالشكل هذا وصارت عندنا بريتزل. تغلى على اللخ نفس الشيء، افتحها للنص فتحت للنص اخذ اللي اوريدي مرتاحة وهاي ارجعها بمكانها حتى ترتاح وتاخذ الحجم المطلوب وافتحها. بعد ما فتحتها نسويها هالشكل، نلف مرة مرتين ونرجعها هنا، صارت بشكل بريتزل. ملاحظة القرصة مالتكم لا تسووهم صغار، سووهم يعني بمقدار الكف حتى تطلع عندكم بريتزل كبير مو صغار، ولو هي حسب يعني الرغبة بس يطلع أحلى. بهالشكل هذا نسويها مثل الهورشو، ناخذ الاطراف من جوا مرتين صارت بريتزل. ما غير المي طفيت، وطيت النار على لو انزل البريتزل دقيقه واحده بس دقيقه واشيلها من المي الحار. فوق المي راح اشيلها اخليها بصينية الفرن اللي مخليها اني عليها parchment paper. لازم تخلين لان هاي راح تبدي تلزق. راح اسوي بعضهم مالح، خلين ملح عادي او ملح خشن وندخلهم للفرن. على جهة راح احضر عندي سكر، راح اخليه سينمون. عندي هنا زبدة مذابة، خلي البريتزل مالتي بالزبدة، أغمسها بالسكر والسمن. شكل لحد ما نكمل كمية كلها. واللي تريدهم بدون سكر أو سينمون هذا الشيء اختياري، بس تمسح عليهم زبدة. تاخذ البريتزل تمسحها بزبدة وتتركها تبرد.
شوفوا شلون دا يطلعون من الفرن. هاي النتيجة النهائية، طلعوا بهالشكل هذا، الطعم ولا أروع. أنصح الكل يجربها. هاي المملحة، هاي اللي خليت عليهم سكر وسينامون. أتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بوصفة ثانية. الطعم ولا أروع. لازم تجربوهم.